تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات متكونة من 9 أشخاص واسترجاع 3 سيارات محل سرقة. تعمل عناصر هذه الشبكة على استدراج ضحاياهم من الولايات المجاورة لغرض نقلهم إلى ولاية الجلفة، ثم تقوم بسلبهم سياراتهم باستعمال العنف والتهديد مستعملة أسلحة بيضاء بعد وصولهم إلى مناطق معزولة. يتقاسم أفراد الشبكة الأدوار فيما بينهم بين السرقة، النقل، التخزين والبيع،